السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب المستوى الثاني، ماجستير مهني، إدارة الأعمال، كلية التجارة، جامعة كفر الشيخ. أهلا بكم في محاضرات مادة إدارة الموارد البشرية، والنهاردة المحاضرة الرابعة أو الخامسة في المادة، والمحاضرة الثانية أونلاين. اتكلمنا في المحاضرة الأولى أونلاين عن اختيار وتعيين الموارد البشرية، وبنكمل نفس الفصل، ونتكلم النهاردة إن شاء الله عن تهيئة الموارد البشرية. تهيئة الموارد البشرية احنا كنا وصلنا آخر حاجة اتكلمنا عنها، اللي هي خطوات عملية الاختيار، وقلنا إنها بتمر بخمس مراحل: مرحلة التصفية المبدئية، بعد كده ننتقل لاختبارات ما قبل التعيين، بعد اختبارات ما قبل التعيين بتتم عملية المقابلة الشخصية، بعد المقابلة الشخصية التصفية بعد المقابلات، وعرفنا ازاي بتتم، واخيرا الاختيار والتعيين. الناس اللي تم وقع عليهم عملية الاختيار وتم تعيينهم، قبل ما يتعينوا في الشركة لابد يحصل نوع من انواع التهيئة المبدئية. يعني ايه تهيئة مبدئية؟ تهيئة مبدئية هي عملية تعريف الموظف الجديد بالمنظمة، ده واحد، ده جزء. والجزء الثاني تعريف المنظمة بالموظف، الاثنين، وذلك بهدف تحقيق الفهم والانسجام في المرحلة الأولى من تسلم العمل. دائما وأبدا البدايات صعبة في كل شيء. يعني حضرتك لما قررت تيجي تاخد ماجستير مهني، أكيد البداية كانت بتكون صعبة. طب هوفق ازاي ما بين الشغل وما بين الدراسة؟ طب الدراسة صعبة، طب هحضر محاضرات ازاي؟ طب لسه هذاكر بعد كل ده، أنا ما عدتش أقدر أذاكر تاني، والكلام ده. بتلاقي البداية صعبة. بمجرد انك تبدا وتعدي فتره بسيطه خالص، خلاص بتلاقي نفسك انسجمت والامور بتمشي، وتكمل ماجستير وتكمل دكتوراه، وتلاقي الدنيا ماشيه خالص بمنتهى الانسيابيه والدنيا مشت. فدايما البدايه بتبقى صعبه. كذلك برضو الموظف الجديد في الشركه او في المكان بيكون بالنسبه له المكان غريب صعب، محتاج حد يحتضنه، يعرفه بالمكان الجديد ويعرف المكان الجديد بيه. ده اللي هو التهيئه المبدئيه. التهيئه المبدئيه لها اهداف: حاجة تخفيض تكلفة بدء العمل الموظف الجديد، حيث تقل نسبة الأخطاء في العمل، حيث يدرك مستوى الأداء المطلوب منه من البداية. طبعا زي ما قلنا دائما في البداية مش عارف الحاجة، مش عارف الشغل هيتم ازاي، فيكون محتاج تحصل له عملية تهيئة مبدئية عشان يقلل تكلفة بدء العمل. أكيد لما حد بيقول لك تعمل ازاي، بخلاف ما تعمل وتغلط وبعدين نعدل لك. خلاص، كل حاجه لها مزاياها ولها عيوبها، ولكن تكلفه انك انت تراي وايرور، تجربه والخطا، بتكون اعلى بكتير عن تكلفه ان حد يعلمك او يعرفك ازاي تشتغل. رقم 2، تخفيض حده التوتر والشعور بالاحباط الذي قد يتوالد نتيجه الخوف من الفشل في تاديه العمل. رقم 3، تخفيض نسبه دوران العمل في العاملين في البدايه، حيث ان تخوف الموظف الجديد من الفشل وعدم معرفته بالاداء المطلوب وعدم امتلاكه لمعلومات تساعده على بداية غير جيدة قد يدفعه إلى الاستقالة. ف زي ما احنا عارفين، زي ما قلنا، البداية صعبة، قد ينتج عنها تسرب من العمل ايه سريعا، لانه هيكون غير قادر على تحمل ضغط العمل في البداية، وما عندوش اصحاب في المكان، وكل حاجة بالنسبة له صعبة وجديدة. النقطة اللي بعد كده، توفير الوقت الذي يستهلك في عملية الإشراف والتوجيه في كيفية تأدية العمل من قبل الرئيس المباشر أو الزملاء. ما خلاص هو لسه مش عارف حاجة، وأنت ما عملتلوش تهيئة مبدئية، فمحتاج كل شوية تراجع الشغل اللي عمله وتشوف هو عمل صح ولا غلط، وعملية الإشراف والتوجيه هتزيد. خلق الروح الانتماء في نفس الموظف الجديد والشعور بالثقة في النفس، مما يؤدي بالتالي إلى رفع الروح المعنوية ورضائه في العمل. تعريف الموظف بأنظمة توقعات وأجراءات العمل المختلفة: نظام الاستقطاب والاختيار، نظام الحوافز، نظام الانضباط، كل شيء. التعريف بواجبات ومسؤوليات العمل: مين الرؤساء، مين الزملاء، مين المرؤوسين، كل حاجة. التهيئة المبدئية بتشمل كل شيء. زي ما نشوف دلوقتي إيه هي الحاجات اللي بتشملها عملية التهيئة إيه المبدئية. ننتقل لبرنامج التهيئة المبدئية. البرنامج التهيئة المبدئية لازم يكون شامل، أنت بتعرف كل حاجة. أنت مش بس بتعرفه هو على المنظمة، كمان بتعرف المنظمة عليه. فبنقسم برنامج التهيئة المبدئية إلى ثلاث حاجات، إلى ثلاث أجزاء أساسية. الجزء الأول أمور تتعلق بالمنشأة ككل، الجزء الثاني أمور تمس مصالح العاملين فيها، الجزء الثالث حاجة خاصة شوية.
طبيعة عمل الشخص نفسه. يبقى كده برنامج التهيئة المبدئية يجب أن يشتمل على 3 عناصر أساسية. رقم 1، أمور تتعلق بالمنشأة ككل. رقم 2، أمور تتعلق بالعاملين أو مصالح العاملين. رقم 3، طبيعة عمل الشخص نفسه. ناخد الجزء الأول اللي هي أمور تتعلق بالمنشأة ككل. إذا كان فيه كتيب صغير عن تاريخ حياة المنظمة أو نشأتها أو فيديو صغير أو أي حاجة بتعرف التطور التاريخي بتاعها، الهيكل التنظيمي، مين رئيس مجلس الإدارة، القطاعات، مين تبع مين، قسم إيه، عندنا كام قسم، عندنا كام إدارة، الحاجات دي مهمة، أسماء كبار المديرين أو الشخصيات الهامة في المنظمة، التنظيم الداخلي للعمل، السلع والخدمات اللي الشركة بتقدمها لو هي بتنتج، السلع والخدمات اللي بتقدمها، فكرة عامة عن طبيعة العمليات الإنتاجية، السياسات والإجراءات وقواعد العمل الأساسية، إجراءات الأمن والسلامة، كل ديت أمور عامة تتعلق بالمنشأة ككل. الجزء الثاني وهي الأمور اللي تمس مصالح العاملين، ودي مهمة جدا بالنسبة له، معدلات الأجور، طب بنزيد ولا مش بنزيد، طب بنزيد إمتى وبنزيد إزاي، طب في حوافز ولا مفيش، ولا هو المرتب كده وخلاص، كل ما يتعلق بالأجور، فترات الراحة، مسموح لك ساعة راحة ولا مسموح لك بتفطر وتشرب شاي لحد الظهر ولا بتعمل إيه يعني، أيام العمل في الأسبوع، 5 أيام، 7 أيام، 6 أيام، وات إيفر، ساعات العمل اليومية، العطلات والأجازات، المزايا التدريبية والتعليمية، لو أنت عايز تاخد برنامج تدريبي أو عايز تتعلم، هل الشركة ممكن تدفع لك مصروفات الدراسة مثلا، أو ممكن تسمح لك تروح ببرنامج تدريبي، طب على الأقل ما بتسمح لكش ما بتديكش المصروفات بتاعة الدراسة، هل هي بتديك أيام أجازة مدفوعة للأجل؟ المزايا التأمينية، نظام التقاعد، المزايا والخدمات الإضافية. طبعا أنا مش داخل في كل واحدة بالتفصيل، لأن أنا متأكد إن الحاجات دي كلها بما إنكم كلكم يعني بتشتغلوا في معظم المصالح، فأنتوا الحاجات دي فاهمينها، يمكن عندكم خبرة فيها أكتر مني، فمش بخش في التفاصيل ديت عشان ما اطولش وقت الفيديو. وطبعا لو عندكم سؤال مش هقدر اجاوبكم عليه، دوروا عليه بنفسكم بقى. طيب، برنامج التهيئه يشمل على الجزء الثالث بقى اللي هو طبيعه عمل الشخص نفسه. تعالى بقى، يبقى انت كده بدات فيري برود وواسع خالص، ويبدا تكون ايه متخصص بقى. طبيعه عمل الشخص نفسه، موقع العمل، انت بقى نفسك فين، مكتبك ايه، هي واجباتك الرئيسيه، اهداف شغلك انت ايه، علاقتك بالوظائف الاخرى، هل انت بالنسبه لهم رئيس ولا مرؤوس، هل انت رايك بالنسبه لهم استشاري ولا انت بتبني شغلك على شغل حد تاني، علاقتك بالوظائف التانيه ازاي. اخر حاجه اللي هي تقييم الموظف، تقدير الموظف وتعريفه كله، من رئيس مباشر او المشرف المباشر وزملاء العمل والمديرين. يبقى انت كده ايه، زي ما قلنا بدات من تاريخ الشركه فيري برود يعني معلومات عامه خالص، وبدات فيري سبيسيفيك يعني بقيت محدد جدا كل حاجه تخص وظيفه الايه الموظف، من طبيعه شغله لعلاقته بالوظائف الأخرى، وما هو رؤسائه أو المشرف المباشر وزملائه والمرؤوسين بتوعه وهكذا، كل شيء. وكده يبقى انهينا الجزء الخاص باختيار وتعيين وتهيئة الموارد البشرية. الفصل اللي بعد كده بيتكلم عن إيه؟ تدريب الموارد البشرية بمنتهى الترتيب كده، طالما إن إحنا عملنا استقطاب، وبعد كده عملنا الاول عملنا تحليل العمل، حددنا وصفه وتوصيف الوظيفه لو فاكرين كانت المحاضره الاولى، بعد كده عملنا عمليه استقطاب عشان استقطب افضل العناصر، بعد كده عملت عمليه اختيار وتعيين عشان اختار افضل العناصر من ضمن العناصر المستقطبه اللي انا استقطبتها في الفصل اللي قبل كده، النهارده او المرحله اللي بعد كده ابدا اعمل لهم عمليه ايه تدريب. الكل تدريب، الكل لازم يتحمل له عمليه ايه تدريب للموارد البشريه. الأهداف التعليمية للفصل دهوت لازم تكون ملم أو على قدر من المعرفة بمفهوم وخصائص التدريب. الفرق بين التدريب والتعليم والتنمية، في فرق بين الثلاثة، التنمية اللي هي التطوير بالمناسبة، والتنمية أو التطوير، خلاص؟ أو الشبه والاختلاف ما بين التدريب والتنمية والتعليم. أهداف التدريب، أهمية التدريب، تخطيط التدريب، وتحديد الاحتياجات التدريبية. نبدأ كالعادة ونشوف مفهوم التدريب. قال التدريب يسعى إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين سلوك الأفراد عن طريق إمدادهم بالتطور الحادث في مجال العمل والأساليب والطرق المتبعة في الأداء. تاني، يبقى التدريب ده بيهدف إن أنا أحسن الأداء. كويس، أحسن أداء
والتدريب لازم يأثر على حاجة أو حاجتين أو التلات حاجات دول، لازم يكون ليه هدف أو التلاتة مع بعض. يا إما التدريب ده يزود المعارف والمهارات، آسف، المعلومات والمعارف، نسميها النوليدج، المعرفة، أو التدريب ده هو يهدف إلى زيادة القدرات والمهارات اللي هي السكيلز، أو التدريب ده يطور في اتجاهات الأفراد اللي هي الاتيتيودز. يبقى تاني كده، يبقى التدريب لازم يأثر في حاجة أو التلات حاجات دول، ألا وهم النوليدج كي، السكيلز اس، الاتيتيودز الايه اي. يبقى كي اس اي اللي هي الايه، النوليدج والسكيلز والاتيتيود اللي هي المعارف والمهارات والقدرة. يبقى التدريب يسعى او يهدف الى رفع كفاءة الاداء في واحدة او اتنين او اكتر من الثلاث حاجات دول. ده ليه؟ عشان احسن اداء الفرد واحسن سلوك الفرد، وبالتالي احسن اداء الايه، المنظمة ككل. طيب زي اي شيء، التدريب ليه سمات وخصائص. اول حاجة، التدريب نشاط مستمر. يعني ايه نشاط مستمر؟ يعني مش هيخلص، يعني طول ما احنا في الشغل احنا محتاجين نتدرب، لان التطور لا يتوقف والاساليب الجديده لا تنتهي والتعلم لا ينتهي، وبالتالي طول الوقت محتاج يعمل برامج تدريبيه. هتقول لي اتعلمت كل حاجه، هقول لك بتيجي في فتره من الفترات محتاج تعمل ريفرشمنت، محتاج تعمل تطوير، محتاج تعمل وذكر، محتاج يفكرك، محتاج يعمل لك ايه، نوع من الريفرش كده للمعلومات اللي عندك. فالتدريب هو نشاط مستمر لا ينتهي. التدريب عمليه مخططه. يعني ايه عمليه مخططه؟ يعني مش تدريب وخلاص. يعني من الخطأ الشاسع اللي بيحصل ان مثلا المنظمة او الشركة، او يعني احنا بنروح مثلا ندي برامج تدريبية لمصلحة الضرائب او المحليات، عندهم لستة برامج تدريبية، هي اللستة دي موجودة كده كل الناس بتاخدها وخلاص. فده تدريب غير مخطط. والتدريب ده انا بعمل برنامج تدريبي علشان انا عندي العمالة او الناس اللي بديهم البرنامج التدريبي ده، هم عندهم نقص في حتة معينة، فانا عايز ازودهم في الحتة دي، مش بيعرفوا يعملوا حاجة معينة، فانا عايز اعلمهم يعملوا الحتة دي. والحتة اللي ناقصة الاستاذ فلان غير الحتة اللي ناقصة الاستاذ التاني، وبالتالي هو عملية مخططة لابد انها تنبع من الاحتياجات الايه، التدريبية. رقم ثلاثة، شمولية التدريب. يعني ايه شمولية التدريب؟ يعني كل الحاجات داخل الشركة ممكن تعمل عليها تدريب، مفيش حاجة اسمها مينفعش تعمل عليها تدريب. ولكن خلي بالك، التدريب ليس علاجا لجميع الايه، المشاكل. تقول لي انت كده بتقول كلام متعارض مع بعض، انت منين بتقول لي في شموليه التدريب، والخطوه الثانيه تقول لي التدريب ليس علاجا لجميع المشاكل؟ اقول لك في كل حاجه ممكن تدرب عليها، بس في مشاكل ما تقدرش تحلها بالتدريب، حلها باشياء اخرى غير الايه، التدريب. وصلت كده الفكره؟ اذا التدريب ما هوش حل سحري، وفي النهايه هو وسيله وليس غايه. يعني ممكن حاجة مشكلة يمكن حلها بالتدريب وتدي برنامج تدريبي وما يتحلش. ليه؟ لأن لم تحدث الكفاءة أو تحصل على النتائج المرجوة من التدريب. يا إما اخترت الشخص غير المناسب إنك تدربه، أو البرنامج التدريبي كان غير ملائم للاحتياجات الإيه؟ التدريبية. النقطة الخاصية اللي بعد كده، اللي هي النظم، الاختيار والخبرة وحدها لا تغنى عن الإيه؟ التدريب. يعني اخترت كويس وعندك خبرة وناس كويسة وما شاء الله كله تمام، ولكن هذا لا يغنى عن الإيه؟ التدريب. الكل محتاج تدريب في النهاية، حتى إن ما كانش هيضيف لك معلومات فهو يعمل تحديث للمعلومات اللي عندك. ننتقل للهدف اللي بعد كده، وهو الفرق بين التدريب والتعليم والتنمية. وهبدأ بأسألهم ما هو التعليم؟ education. الإديوكيشن كلنا عارفين يعني إيه تعليم؟ كلنا بنتعلم من اللحد إلى المهد، من المهد إلى اللحد زي ما بنقول. يعني التعليم ده نشاط مستمر بيبدأ مع الإنسان من بداية حياته إلى نهاية حياته. كويس، يبقى التعريف، التعليم، طب بتتعلم في ايه؟ في كل حاجه. يعني كلنا بلا استثناء اتعلمنا في اللغه العربيه، وتعلمنا انجليزي، وتعلمنا رياضيات، وتعلمنا علوم، وتعلمنا جغرافيا، وتعلمنا تاريخ. ممكن حد يتعلم ان هو يبيع ويشتري، ممكن حد يتعلم صنعه معينه، ممكن حد بيعرف في مهنه معينه، حد بيتعلم في الكمبيوتر، حد يتعلم لغات، حد تعليم. اذا التعليم ده ما اقدرش اقول محدد، اقدر اقول ايه؟ شامل. اي حاجه تزود معارف الفرد. يبقى هو نشاط مخطط يهدف الى اكسام الفرد مجموعه من العادات والافكار والقيم والمعتقدات والمهارات التي تنمي هذا الفرد وتجعله قادرا على ان يعيش في توافق مع مجتمعه، وتساعده على ان يشق طريقه في مضمار الحياه. اذا التعليم ده بيتميز ان هو مش مخصص في اي حاجه معينه،
لو حصل لك موقف في حياتك وتعلمت منه خبرة معينة فده يضاف إلى التعليم ولكن لا يضاف إلى التدريب. تاني، إذا حصل لك موقف اتعلمت منه مش هتعمل كده، كنت بتشتري حاجة واتنصب عليك، كنت بتبيع حاجة وحصل حاجة معينة فانت اتعلمت ما تعملش كده تاني، ده تعليم. لسه بقول ايه، فتعلمت ما تعملش كده تاني، مش ما اتدرب، مش اتدربت، لا ما اتعلمت ما تعملش كده. فكل الحاجات دي تضاف الى الايه، التعليم. وبعبارة اخرى يمكن نقول ان التعليم يهدف الى زيادة المعرفة الانسانية لدى الفرد في شتى الايه، الحقول زي ما انا قلت. طيب التدريب، ما احنا قلنا التدريب من شوية، قلنا التدريب اهو نشاط مخطط يهدف الى زيادة معارف ومهارات واتجاهات العاملين تحسين ادائهم الوظيفي الحالي. وهنا يوضح الفرق ما بين التدريب والتعليم والايه، والتنميه اهو، اللي هو التنميه او الايه، التطوير. التنميه او التطوير بقى اللي هو الديفلوبمنت، تشير الى الجهود المخططه والمنفذه لتنميه قدرات ومهارات وسلوكيات، قدرات نوليدج، مهارات سكيلز، سلوكيات اتيتيود الحاليه والمستقبليه. اي ان التنميه منتهى البساطه كده مفهوم استراتيجي. وانا قلت لكم، فاكر ان انا قلت لكم في المحاضره ان كلمه استراتيجي لها معنيين، انها طويله الاجل وانها شامله لمستويات كتير، حيث يسعى الى تنميه قدرات ومهارات العاملين الحاليه والمستقبليه التوافق مع متطلبات الحاليه والمستقبليه. وكأن الفرق الرئيسي ما بين التنميه والتدريب هو ان التدريب يهدف الى زياده مهارات الفرد لتحسين ادائه الوظيفي الحالي، اما التنميه لزياده اداء الفرد الايه، المستقبلي او على الاجل الايه، الطويل. يعني لما تيجي دلوقتي حضرتك تقرر انك تودي ابنك يدرس في الجامعه الامريكيه لغات، وهو دلوقتي بيدرس في الجامعه لسه او بعد الجامعه، فحاليا مش هقدر وانت بتدربه، انت بتعمل ايه؟ بتنميه، بتنمي مهاراته، بتطوره عشان يكون في المستقبل افضل ويحصل على وظيفه افضل، فده اسمه ايه؟ تطوير. اما اذا كنت بتدربه على برنامج لغه معينه، برنامج كمبيوتر معين او لغه معينه او حاجه معينه، فده هيكون لهدف معين، حضرتك بياخد شهاده ايلتس عشان داخل اختبار معين او محتاج لحاجه معينه، فده تدريب. فكده الفرق واضح ما بين التدريب والتعليم والتنميه. طيب التدريب مهم اكيد، لمين؟ للكل، للفرد، للمنظمه، للدوله. للفرد حضرتك محتاج التدريب. لو فاكرين هرم ابراهام ماسلو للحاجات اللي خريج التجاره خدوه في اولى ابتدائي، في اولى كليه تجاره في اداره الاعمال، او كلكم تعرفوه، ان بعد الحاجات الاساسيه للفرد، الحاجات الفسيولوجيه اللي هي الماكل والمشرب والملبس، في تدرج الهرم تيجي بعد كده الحاجه الايه، للتعليم والتنميه والتدريب. هو محتاج نوع من انواع اشباع الذات، هو محتاج يحس ان هو بيعرف حاجه، محتاج يحترم نفسه، يقدر نفسه. فالانسان نفسه بيكون محتاج عمليه الايه، التدريب. كل التدريب اللي بيحصل ده هو، وكل التطوير اللي الانسان بيطوره لنفسه والتعليم اللي هو بيتعلمه بينعكس على المنظمه، لان في النهايه لما بدي العاملين اللي عندي برنامج تدريبي فهم بييجوا يشتغلوا في المنظمه، وانا اللي بستفاد، الانتاجيه المنظمه بتستفاد، بتستفاد من خلال ايه، سرعه تاقلم وتكيف العاملين الجدد مع بيئه العمل الجديده، زياده الانتاجيه كما وكيفا، يعني جوده وعدد، سرعة تدرج العاملين في المسار الوظيفي، سرعة تطبيق المناهج الإدارية الحديثة في المنظمة، زيادة قدرة المنظمة على مواجهة تحديات البيئة والتغيرات المتسارعة في التكنولوجيا وأساليب العمل. كل دي فوائد بالنسبة لإيه؟ للمنظمة. طب أمال الدولة؟ ما هي الدولة عبارة عن إيه؟ الدولة عبارة عن محصلة المنظمات. محصلة المنظمات، ما هي الدولة عبارة عن أفراد ومنظمات، دي الدولة. فإذا كانت المنظمات أدائها مرتفع، إنتاجيتها زادت، فالمنظمات ديت هتزود الناتج القومي. ما هو الناتج القومي هو محصلة أداء هذه المنظمات جميعا، كل هؤلاء المنظمات. طيب فكل المنظمات دي إنتاجيتها زادت، وبالتالي الأداء أو الناتج القومي للدولة كلها هيزيد وهترتقي الإنتاجية كاملة. فإذا التدريب بينعكس على الفرد وعلى المنظمة وعلى الدولة. طيب نفس السؤال اللي سألناه قبل كده في الاختيار هسأله تاني في التدريب، من على من تقع مسؤولية التدريب؟ ونفس الإجابة هنقدمها اللي هي مين؟ تتوقف على حجم المنظمة. زي ما قلنا حضراتكم معظمكم بتشتغل، هتلاقي في بعض الاماكن اللي بتشتغلوا فيها فيها اداره التدريب، يا اداره التدريب دي تتبع اداره الموارد البشريه. يعني حضرتك في قطاع معين او في قطاع معين في شركه معينه، ممكن تلاقي عندك اداره الموارد البشريه،
وفيها قسم للتدريب او فيها اداره مستقله للايه؟ للتدريب. طبعا باختلاف شركه صغيره او منشاه فرديه، فيكون مسؤول التدريب على عاتق صاحب المنشاه او مدير. تخطيط عمليه التدريب زي تخطيط نشاط التدريب يتضمن مجموعه من العناصر متكامله. لازم زي ما قلت الاول احدد الاحتياجات التدريبيه، رقم 2 اصمم البرنامج التدريبي، رقم 3 انفذ التدريب، رقم 4 تقويم التدريب وليس تقييم الايه التدريب. والسيكونس ده كده والترتيب ده مطلوب، ما ينفعش اعمل الخطوه 2 قبل الخطوه 1. يبقى رقم 1 لازم احدد الاحتياجات الايه التدريبيه. طب حددتها ازاي؟ ما الاحتياجات التدريبيه عباره عن فجوه، الفجوه هتيجي بين ايه؟ يا اما في المعارف او المهارات والاتجاهات، زي ما قلنا بقى ما التدريب ده ايه؟ لازم احسن حاجه من الثلاثه او الثلاثه مع بعض. المعارف النولج سكيلز مهارات اتيتيودز الاتجاه. اشوف الفجوه، انا الاداء اللي عندي قد ايه وعايز يوصل لحد فين؟ حلو، ففي فجوه عندي ما بين المتوفر حاليا والمعارف والمهارات المطلوب توفرها حاليا او مستقبلا. حلو، حددت الفجوه التدريبيه. حددتها ازاي؟ عندي طرق، ممكن من خلال تحليل المنظمه ككل او تحليل العمل او تحليل الفرد، يعني اشوف الفرد نفسه ما بيعرفش يعمل ايه وعايز اعلمه، او العمل بصفه عامه وهم ثلاثه بيشتغلوا مع بعض، العمل ده ناقصه ايه، او المنظمه ككل. كذلك التخطيط الاستراتيجي للموارد البشريه، انا محتاج بعد 2 سنين لازم يكون عندي مدير اداره، الراجل ده هيطلع معاش وانا محتاج مدير عام، محتاج 2 مدير اداره، محتاج كذا بعد 2 سنين، فالناس اللي عندي دولت لازم اديهم البرامج التدريبيه القياديه اللي تؤهلهم، اديهم دوره في التخطيط الاستراتيجي واديهم دورات في كذا وكذا عشان بعد 2 سنين يكونوا جاهزين يحلوا محل المنصب اللي هيكون فاضي. تقييم الاداء، لما باجي بعمل تقييم الاداء للعاملين فلقيت الاداء منخفض فهديهم برامج تدريبيه عشان ترفع الايه الاداء. خطط المسارات الوظيفيه، قياس الاتجاهات، المؤشرات العامه الربحيه بتاعه الشركه، يعني الربحيه او الخسائر او ترتيب المنظمه يعني في السوق او بالمقارنه بالمنظمات المنافسه، لو كانت هي اقل فمحتاج اعمل ايه تدريب عشان ارتقي بالانتاجيه بتاعتي وازود الاداء. يبقى دي الطرق تحديد الاحتياجات الايه التدريبيه. الخطوه الثانيه بعد كده اعمل ايه؟ ها ارجع تاني اهو، قلت تحديد الاحتياجات، بعد كده ابدا اصمم البرامج. ها تصميم البرامج بعد الانتهاء من تحديد الاحتياجات التدريبيه تاتي مرحله التخطيط وتصميم الايه التدريب. وتتضمن هذه الخطوه عده عناصر، خطوات فرعيه وهي تحديد اهداف البرنامج التدريب. ما حددت الفجوه، اكيد الاهداف ان انا ها اعالج الفجوه دي او اسد الفجوه دي، فهسدها ازاي؟ لازم احط موضوعات البرنامج وتحديد الماده العلميه للبرنامج، اختيار اساليب التدريب الملائمه، ورش عمل، محاضرات، هم حد هيجي يضربهم هنا، هم هيروحوا هناك في مكان تدريبي، مده البرنامج ده قد ايه؟ شهر، اسبوع، يومين، المدربين والمتدربين. تاني اختار المدربين والمتدربين، لازم اختار المتدرب اللي عنده استعداد. واعداد ميزانيه الايه؟ التدريب. طيب تفتكروا اهداف التدريب قد تكون ايه؟ اهداف كتير جدا للتدريب، للبرنامج التدريب. كل حاجه قلنا يا معارف يا مهارات يا اتجاهات يا كله، تغيير سلوك الفرد، تحسين مستوى اداء الافراد، تقليل اصابات العمل، ماشي، توفير الكفاءات البشريه، تحقيق اهداف العاملين في التنميه الذاتيه، رفع الروح المعنويه، تخفيض التكاليف، كاسلوب من اساليب التحفيز، اسلوب من اساليب التهيئه للعاملين. طبعا مش محتاج اخش في تفصيل كل واحده من دول، دي كلها اهداف لعمليه الايه التدريب. محتويات البرنامج التدريبي زي ما قلنا، كل ده في تخطيط البرنامج التدريبي، حددت الاهداف، اشوف ايه محتويات البرنامج التدريبي، احتياجات التدريبيه، مده البرنامج، نوعيه الافراد المطلوب تدريبهم، المراكز الوظيفيه للافراد، هدرب ايه اي مستوى وظيفي. بعد كده الخطوه الثالثه ابدا اصمم الايه الماده العلميه للبرنامج. خلاص الماده العلميه التي تساعد على تحقيق اهداف التدريب اللي انا حطيتها في الاول، ومن ثم احداث التغير الايه المطلوب. ما هو برضو عندي الترتيب ان انا بحط الاهداف وبعدين احدد محتويات الايه البرنامج وبعدين ابدا اصمم الايه الماده التدريبيه. وعند تصميم الماده التدريبيه يجب ان يراعى في اعدادها مدى مناسبه الماده العلميه وتغطيتها لاهداف التدريب من عدمه، بالاضافه الى انه يجب ان يكون هناك تنوع في محتويات الماده التدريبيه بحيث تشتمل على حالات عمليه وتمارين ورسوم بيانيه واشكال. لان طبعا لما بيكون اسلوب المحاضره زي ما انتم اكيد مالين من المحاضره كده بالشكل ده طبعا بتكون ممله، بخلاف ما يكون فيها رسوم بيانيه واشكال ومساله عمليه او حاله او نتناقش او حد يسال وارد عليه وهكذا، او اطرح سؤال تساؤل ونبدا نتناقش فيه
طبعا كل ده بيزيد من فعالية المادة التدريبية. لذلك التدريب يختلف تماما وكليا وجزئيا عن عملية التعليم أو المحاضرة. المحاضرة هي أسلوب من أساليب الإيه؟ التدريب زي ما أشوف دلوقتي. إيه هي أساليب التدريب؟ واحد، المحاضرات زي ما قلنا. اتنين، المناقشات الجماعية. خلاص، المباريات الإدارية. طب المحاضرات وكلكم عارفينها، المناقشات الجماعية إن إيه؟ بنبدأ نتناقش مع بعض علشان في نقطة معينة نبدأ نسيرها، وبناخد وجهات نظر الناس كلها في الموضوع، فبيبدأ كله يستفاد من كله. طيب المباريات الإدارية بعمل ما بين العاملين نوع من أنواع الإيه؟ المباريات. يعني إيه؟ يعني واحد بيعمل دور المدير وواحد بيعمل دور المرؤوس، وبيقابله تصرف معين. طب رد فعله ايه؟ طب هيعمل ايه؟ هيتصرف ازاي في الموقف ده؟ هو قريب تماما من تمثيل الايه؟ الادوار. خلاص، ولكن في النهايه هي مواقف افتراضيه، مواقف افتراضيه، وبشوف ازاي هيتصرف في الموقف ده هوت، وبياخد سكور على الكلام. نمذجه السلوك ان انا اوري له السلوك المثالي في موقف معين، نوري له السلوك المثالي او رد الفعل المثالي. المفروض في الموقف ده يكون رد الفعل بالشكل ده، او المفروض الشكل المثالي لعمل قائمة المركز المالي يكون بالشكل ده، او العلاج المشكلة دي افضل حاجة بالشكل ده. وهو المفروض بيتعلم من ايه؟ من نمذجة السلوك. برضو تدريب الحساسية، وده من خلال مشاهدته لسلوكيات وتصرفات كل فرد من المتدربين. يعني ايه؟ نخلي واحد يتصرف في موقف ونبدأ نعلق على ايه رأيكم في السلوك ده، كان كويس ولا كان مش كويس، وكل واحد يبدأ يقول الفيدباك ده. طبعا التعلم الالكتروني زي ما احنا بنعمل دلوقتي اللي هو ناجح طبعا، ماشي. دراسة الحالة، الندوات، كل ديت اساليب من اساليب التدريب. مبادئ التعلم بصفة عامة، عشان اي حد يقدر يتعلم اي حاجة، عندي مبادئ التعلم دي مش خاصة بالتدريب، لا ده خاصة بأي تعلم، أي حاجة، أي مهارة في الدنيا لازم اللي يتعلم يكون عنده دافع. لو ما عندوش دافع إن هو يتعلم مش هيتعلم أي شيء. رقم اتنين، معرفة النتائج تزيد من دوافع التعلم. يعني لو بتكون حضرتك دلوقتي بتاخد ماجستير مهني ليه؟ لما تكون عارف إجابة ليه ديت أو هتستفاد منه إيه، ده بيزود الدافعية عندك وبيخليك تستفاد أكتر. التعزيز، يعني ايه التعزيز؟ لما يجي حد بيربط على كتفك كده وبيقول لك والله ده انت كويس، انت بتعمل حاجه كويسه، انت ممتاز انك انت بتطور من نفسك، انك بتدرس وانت بتشتغل. لما انت بتطبطب على ابنك كده وبتقول له ربنا يوفقك وشد حيلك ومش ده، بتعمل عمليه تعزيز بيخليه يتعلم اكتر. الفروق الفرديه، في مبادئ التعلم لابد من مراعاه الفروق الفرديه، وديت غالبا للمدرب اكتر منها المتدرب. خلاص، ليه؟ لان دائما المتدربين في فروق فرديه بينهم، يعني مش كلهم بيوصلوا المعلومه في نفس الوقت، في حد محتاج تعيد، وفي حد بتوصله من اول مره، في حد ممكن توصله بطريقه مختلفه. فمراعاه الفروق الفرديه. التدريب الكلي مقابل التدريب الايه؟ الجزئي. ممكن تبدا تقسم البرنامج التدريبي على اجزاء معينه، او يتم التدريب كليا على الموضوع ككل مره واحده، وبالتالي المقصود بيها كسب المتدربين المعرفه دفعه واحده، او ابدا اقسمها جزئيه ايه؟ جزئيه. الخلفيه النظريه طبعا هتفرق، الممارسات العمليه برضو هتفرق، الاشراف والتوجيه هيفرق، مشاركه المتدرب في البرنامج التدريبي بتفرق كتير جدا، فتره التدريب طبعا كل ما زادت فتره التدريب كل ما كان البرنامج التدريبي اقل فعاليه وكان ممل بالنسبه للمتدربين. طبعا في توفير تسهيلات تدريبيه الاخرى، القاعه والتجهيزات السمعيه والبصريه، اختيار المتدربين زي ما قلنا، اختيار المدربين، اعداد ميزانيه التدريب، اعداد الجدول الزمني للبرنامج التدريبي، كل ده خاص بايه؟ فاكرين؟ خاص بالنقطه الثانيه اللي هي كانت ايه؟ تصميم البرنامج التدريبي. ننتقل بعد كده، كان باقي حاجتين، احنا قلنا ايه؟ لو فاكرين، كان تحديد الاحتياجات التدريبيه. اتنين، تصميم البرنامج التدريبي. ثلاثه، تنفيذ التدريب. اربعه، تقييم الايه؟ التدريب. يبقى ثالثا كده تنفيذ التدريب، وفيما يلي عرض لايه؟ لاماكن تنفيذ التدريب، يا اما التدريب اثناء العمل او التدريب خارج الايه؟ العمل. التدريب اثناء العمل قد يتطرب طبيعه نوع البرنامج التدريبي ان انا اجي ادرب الناس في مكان عملهم، يعني انا هدربهم على استخدام جهاز اشعه، لازم اروح عند جهاز الاشعه ده واعرفهم بيشتغل عليه ازاي، صح ولا ايه؟ انما هديهم مهاره في دوره في التدريب في التخطيط الاستراتيجي، او في مهارات التواصل،
او دورة تدريب المدربين. لا ده هما ممكن هما يجوا التدريب ده يتم خارج العمل في قاعة محترمة، ممكن تكون في الشركة او تكون خارج الايه الشركة، فيبقى التدريب قد يكون اثناء العمل او خارج الايه العمل. اخر حاجة تقييم فعالية التدريب، وزي ما قلنا هي تقويم للأسف، ولكن مش عارف اكتبها دلوقتي لان الكيبورد قدام انجليزي. تقويم فعالية التدريب، طب حد عارف الحرف اللي هو فين؟ معلش هزود 1 ميجا في الباقة، مش مشكلة استحملوني. تقويم فعالية التدريب، تلك الإجراءات التي تقاس بها كفاءة البرامج التدريبية ومدى نجاحها في تحقيق الأهداف المرسومة، كما تقاس بها كفاءة المدربين ومدى التغيير الذي نجح التدريب في إحداثه بينهم، وكذلك تقاس بها كفاءة المدربين الذين قاموا بتنفيذ العمل التدريبي. إصراري على كلمة تقويم ومش تقييم، التقييم بيقف دوره عند إنك توضح الانحراف، أما التقويم بيتعدى مرحلة تحديد الانحراف إلى مرحلة الإيه؟ العلاج. والله كان في خطأ، احنا المفروض كان يحصل كذا وحصل كذا، ده اسمه تقييم. اما تقويم والله المفروض كان يحصل كذا وحصل كذا وهنعالجه ازاي، يبقى كده عملية ايه؟ تقويم فعالية التدريب، وديت مهمة جدا علشان الاخطاء اللي حصلت ما تحصلش تاني وتزود فعالية البرامج التدريبية في المستقبل. بشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله التقي في المحاضرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.